السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بتكلم معاكم في موضوع التسجيل في الجامعات التركية. طبعا يا جماعة أول شيء أهني كل الطلاب المتخرجين السنة هذه، وكثيرين يتواصلوا معايا بحكم أني كنت طالب طبعا في تركيا وخلصت الدراسة الآن، يتواصل معايا عن طريق التسجيل في الجامعات التركية. طبعا طرق التسجيل كثيرة، لكن أذكر لكم أهم ثلاث طرق للتسجيل في الجامعة. الطريقة الأولى هي التقديم عن طريق المنح التركية. دولة تركيا كل سنة تقدم منح للطلاب الأجانب وتعطيهم السكن، تعطيهم مصروف شهري وتدرسهم بلاش. هذه الطريقة الأولى للتقديم، وبحط لكم إن شاء الله أسفل هذا الفيديو في قسم التفاصيل رابط موقع التقديم عن طريق المنح التركية أو عن طريق دولة تركيا للدراسة في الجامعات. هذه الطريقة الأولى. إذا جينا للطريقة الثانية للتقديم في الجامعات التركية، الطريقة الثانية هي التقديم عن طريق الاختبارات الجامعية اللي تسويها كل جامعة بنفسها. قبل عام 2009 كانت الدولة بنفسها تسوي اختبار كل سنة في تاريخ محدد. هذا الاختبار كان يقام في العاصمة أنقرة، كانت 80 سؤال، 30 من الأسئلة هذه أسئلة ذكاء و50 أسئلة رياضيات. طبعا بعد 2009 تغير النظام بالكامل، أصبحت كل جامعة تسوي بنفسها اختبار هذا زي اختبار قدرات مثلا في السعودية. فبحط لكم أيضا أسفل هذا الفيديو روابط لأهم الجامعات، منها جامعة اسطنبول، جامعة أنقرة، جامعة طرابزون، اللي الآن أعلنوا عن مواعيد الاختبارات هذه وطريقة التقديم فيها، ولها رسوم رمزية جدا، تعتبر أعتقد 100 ليرة إلى 150 200 ليرة كانت في العوام الماضية. السنة هذه ما أدري كم صراحة، لكن زي ما قلت بحط لكم روابط الجامعات هذه، ممكن تقدموا من خلال الروابط هذه وتدفعوا المبالغ وتجوا للاختبار وتختبروا، من ثم طبعا تظهر النتائج، وحسب هذه النتائج تقدموا على الجامعات. الطريقة الثالثة للتقديم في الجامعات التركية هي عن طريق شهادات الثانوية العامة. أعطيكم مثال، الطالب اللي متخرج من الثانويات العامة في السعودية يستطيع التقديم على بعض الجامعات التركية الموجودة في تركيا بدرجة الشهادة اللي تخرج منها. فمثلا جامعة طرابزون تقبل المتخرجين من الثانويات في السعودية، والنسبة لازم تكون أعلى من 70 درجة للشهادة الثانوية. زي ما قلت لكم إن شاء الله بحط لكم روابط أسفل هذا الفيديو، روابط موجودة باللغة الإنجليزية واللغة التركية. إذا تكلمنا عن الأوراق المطلوبة للتسجيل في الجامعات، لا تنسوا ترجموا شهادة الثانوية العامة، ترجموا الجواز ترجمة وتصديق من السفارة التركية، وتجيبوها معاكم أثناء التسجيل أو أثناء الاختبار، راح تحتاجونها في تركيا. آمل إن شاء الله أني أعطيتكم فكرة بسيطة عن التسجيل في الجامعات التركية، وبالتوفيق وإلى اللقاء.